الحاجه اللي الدروباك الاساسي اللي موجود عندنا في السي تي او هي الديس ادفانتج الاساسيه الحقيقه في الدوز الراديشن دوز. عشان اتخيل الدوز اللي موجود عندنا في السي تي عامله ازاي، لو احنا بنتكلم على الدنتال اكس راي، الدنتال اكس راي بنتكلم على الدوز بتاعتها بالمايكرو سيفرت، ودي الوحده بتاعت الاكسبوجر دوز اللي هو اللي احنا بنتكلم عليها، بنتكلم على 5 مايكرو سيفرت. لو بتكلم على الشيست ايمجنج اللي هو عباره عن اكس راي برضه بنستعمل فيه اكس راي برضه، بتكلم على 100 مايكرو سيفرت. بنتكلم على البريست ايمجنج بنتكلم على 400 مايكرو سيفرت. الاكسبوجر العادي انتوا عارفين طبعا المواد اللي موجوده في الطبيعه بيبقى لها نظائر مشعه، يعني ممكن مثلا تلاقي الكربون مثلا تلاقي له نظير مشع، هتلاقي مثلا كل المواد اللي احنا عارفينها كلها فيها نظائر مشعه، ودي موجوده في الاكل وفي الارض وفي كل الاماكن اللي حوالينا كلها بيبقى في عندنا حاجه اسمها يعني اكسبوجر كده، انفايرمنتال اكسبوجر كده موجود، يعني بيحصل لنا كلنا بيبقى تقييمه حوالي اون ذا افريج حوالي 3000 مايكرو سيفرت في السنه. فلما بنتكلم مثلا على الدنتال اكس راي او الشست اكس راي او حتى البريست ايمجينج لو بيتعمل مره سنويا ولا حاجه ما فيهاش اي مشكله خالص، يعني بالنسبه للنورمال افريج يعتبر ولا حاجه، يعتبر اقل منه بكتير. لما بنروح بقى لحاجه زي الفيرشوال كولونوسكوبي بنتكلم الحقيقه على حاجه في حدود ال 10000، يعني اكتر من 3 اضعاف الافريج نورمال ييرلي اكسبوجر، يعني بنتكلم ان احنا بناخد دوز ضخمه جدا جدا كومبيرد على الاقل حتى للطرق الاخرى للتصوير العاديه اللي هي زي البريست ايمجنج او التشست ايمج اللي هي الاكس راي هو البلين اكس راي العادي. لما بنتكلم على الاكسبوجر تم مثلا على الابدومين والبلفس بنتكلم برضو على يعني بنتكلم في بعض الاحيان ممكن توصل 15000. الحقيقه الاكسبوجر ده يعتبر عالي جدا جدا. فالنقطه زي ما احنا بنتكلم على ان الابلكيشن بتاعت السي تي منتشره ومهمه وفعلا مفيده جدا في الطب، الا ان احنا لازم نكون حذرين جدا. السي تي ما يستعملش يعني علشان نعمل مثلا بيه يعني فولو اب مثلا كل شهرين ثلاثه، ما ينفعش. يعني الدوز اللي بناخدها فيه ممكن تبقى هي في حد ذاتها مشكله. فطبعا لازم نقتصد في استعماله، نستعمله لما يكون فعلا في ضروره لاستعماله، مش في حاجه نقدر او نحتاج فيها ان احنا نعمل فولو اب بشكل يعني كل مثلا فتره يعني ما هياش كبيره. فلازم نكون حذرين بالنسبه للسي تي بالذات في الجزء اللي هو له علاقه بالاكسبوجر دوز. اكسبوجر دوز في السي تي عاليه جدا جدا جدا، وبالتالي لازم يستعمل باقتصاد شديد جدا جدا جدا.